المقابله كانت زايده، ولكن بعض اللاعبين ديال الوداد خلوه في مركزوش مزيان، ما التركيز ديالهم غير مستوى، ولكن في دوزيام ايتا كانوا مستوى مزيانين ودار المجهود ديالهم وداروا التعادل. تتمنوا اللعابه يكونوا في المستقبل ممتازين ونتمنى لهم على الخير وشكرا. هذه المقابله ديال فريق الوداد البيضاوي والعاصمه الجزائري هي مقابله حقيقه ديال التصالح مع فريق الوداد البيضاوي. وفي الشوط الاول جات واحد الاصابه اثناء خطا الدفاع، ولكن في الشوط الثاني كنلاحظوا ان فريق الوداد البيضاوي بدل الخطه ديالو وحاول يلعب الكره في الارض، وفعلا جات الاصابه ديالو اللي كيستاهلها، وهو كيستاهل الانتصار حقيقه. في الدقيقه الاخيره كانت واحد الاصابه تكون الاصابه الثانيه، ولكن المهم على كل حال التصالح مع فريق الوداد البيضاوي مع الجمهور ديالو، ونتمنى التوفيق ان شاء الله والاتي غادي يكون احسن.